استمر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في مشاركة رجال القوات المسلحة مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المعظم خلال الأيام الماضية، حيث التقى بالقادة والضباط والصف والصناع العسكريين من مقاتلي القوات الجوية وطلبة الكلية الجوية، وشاركهم تناول وجبة الإفطار. وأشاد رئيس الأركان بما حققه أبطال ومقاتلو القوات الجوية من ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء، وجهودهم في دعم التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب على الاتجاهات الاستراتيجية. كما شارك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة طلبة الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب والمعهد الفني للقوات المسلحة الإفطار، ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على الجهد المبذول لتطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية. وأكد الفريق محمود حجازي خلال لقائه بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس على أهمية أن يتحلى طالب الكليات العسكرية بحسن الخلق وسرعة الاستيعاب والرغبة في تحصيل العلم والمعرفة والوسطية والاعتدال في الفكر والاحترام المتبادل مع زملائه وقادته. كما قام الفريق محمود حجازي بتكريم عدد من رجال القوات الجوية وعدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة تقديرا لتميزهم في أدائهم لمهامهم. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.